أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج من لندن. الكثير من يحسد عرب لندن ثقافة غربية ولغة وستايل وتسوق وحرية وهاروتس وبيك بان، والقليل يدرك أن من هم عرب لندن يعني أيضا تحديات التمسك بالثقافة العربية وتحديات عرقية ودينية ومشاكل اندماج وتركيبات أسرية معقدة ومشاكل حنين وغربة وهوية وقبول الآخر واندماج في مجتمع تنتمي له ولكنه ليس وطن أصولك. إذن من هم عرب لندن وما هو وزنهم؟ هذا موضوع نقاشنا اليوم، وسأبدأ الحوار مع ضيوفنا في الاستوديو مع المخرج السينمائي والتلفزيوني السوري السيد أنور قوادري. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أما ضيفي الثاني فهو السيد ميشيل عبد المسيح، أستاذ القانون وحامل لقب مستشار الملكة القانوني. أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ مع السيد أنور قوادري، وأنت صانع مسلسل عرب لندن. طيب، يعني من هم عرب لندن؟ ويعني النماذج المختلفة التي قدمتها في المسلسل، هل تعتمد بها على البحث وعلى يعني التدقيق وعلى حالات حقيقية، أم كانت معتمدة على خيال وتجربة شخصية؟ لا، والحقيقة بدك تقولي خلط من تجربة شخصية، تجارب شخصية، وهي شخصيات موجودة وغير موجودة، أو عبارة عن عدة شخصيات مثل بشخص واحد. طبعا كل شخصية إلى بيئتها وإلى أبعادها، يعني في الشخصية المصرية، الشخصية السورية، الخليجية، الفلسطينية والمغربية، فهن كلهم بعضهم موجودين بمنطقة اللي هي بهذاك الوقت حصرت أنا بإجوار رود. تجارب عمرها حوالي 35 سنة، لأنه العمل طلع سنة 2008، كان لي أنا 35 سنة في لندن قضيتها، ما زلت الآن عايش في لندن. هي فقط هي مو استعراضية لهذه الشخصيات أكثر ما هي معالجة الوطن العربي من الداخل، اللي موجودين في جابوا معهم كل مشاكلهم وعاداتهم وتقاليدهم إلى لندن، اللي هي وخاصة في منطقة إجوار رود التي هي يعني تعتبر الشارع العربي. الشارع العربي، فهو إجوار رود ممكن يكون الموسكي، الحميدية، الحمراء، بغداد، اللي بدك إياه كله موجود في شارع إجوار رود. طبعا إجوا وجابوا معهم موروثاتهم، عاداتهم وتقاليدهم، حتى تنافرهم من بعض، عدم وحدتهم، أو زي بتقولي مشاكلهم مع بعض. هن يعني في مشكلة أساسية أنا ركزت عليها، والشخصيات اللي عندي شخصيات رمادية. يعني أنا دائما من معجبين بنجيب محفوظ، لما السيناريو انكتب وراح للرقابة في الرقابة في التلفزيون المصري 2007، عملوا فيه تقرير قالوا إنه هذا العمل يسيء للشخصيات العربية، لأنه فعلا يقدم نماذج لشخصيات ما هي مشرفة. فسألتهم شو المشكلة؟ يعني أنا بعتبر نفسي مثل نجيب محفوظ، اللي هو شخصياته دائما رمادية، يا إما بيكون دائما يعني بخليط بين الشر والخير، الخير والشر. هني بيحبوا دائما بالدراما العربية يلاقوا هذا شر هذا خير فقط لا غير. إما أنا عندي يعني ما لهم ملائكة، فما أنجزوا. إجوا لهون وجابوا معهم كل مشاكلهم، كل موروثاتهم، ولا نحن دخلنا على جيل الثالث، الأول والثاني والثالث، وما يزال عرب لندن كما هم. طب من هم عرب لندن سيد عبد المسيح، وما هو وزنهم في الشأن العام البريطاني؟ أنا بختلف معك مع المقدمة اللي قدمتيها، لأنه أنا برأيي عرب لندن هم ليسوا فقط اللي جايين للتمتع والشوبينج. عرب لندن شكله يعني عدد ضخم من المقيمين في بريطانيا، وأنا يعني أسفي إنه العدد من الأقلية الضخم اللي يعني يقال عدده عم يعني بيزداد لا يمارسوا الدور وبيحطوا ثقلهم في المجتمع البريطاني اللي هم عايشين فيه. في كثير منهم زي ما تفضل عزيزي الأخ أنور إنه عايشين، أنا بسميها بالإنجليزي on the periphery، يعني على أطراف المجتمع، يعني بيحضروا معظمهم محطات عربية، فضائيات عربية، بيقروا صحف عربية، بيأكلوا أكل عربي. لا، هذا مهم، ولكن أنا برأيي ما بيختلطوش في المجتمع مع حفاظهم على هويتهم العربية. في أقليات تانية تعمل نفس الشيء، بتأكل أكل إيطالي، بتشوف صحف إيطالية، ولكن تندمج في المجتمع حتى تقدر تؤثر على المجتمع. فأنا أعطيك مثال، سامحيني لأن كثير مهم النقطة هاي. نحن دائما العرب يقولوا
ما حدش بيفهم لنا في سياسيا يعني. ليش؟ لان انا برايي خاصه الجيل الثاني والثالث لازم نشجعه يلعب دور اساسي يقتحم، لانه اولا انا برايي انه الساحه البريطانيه ساحه يعني بترحب للممارسه والمشاركه السياسيه والاجتماعيه. يعني مثلا لندن ملانه مسارح، ملانه متاحف، مراكز ثقافيه كثير، وبالتالي انه الواحد لازم يفتح عيونه. انا بعرف انه في مناطق مش بس فقط ايدج رود، الاثرياء بروحوا نايس بريدج، واللي ما عندهمش فلوس كثير بروح مناطق. انا برايي يعني لازم يكون في جهاز نوعا ما يشجع العرب المقيمين والسواح انه يلعبوا دور اكبر، يمارسوا في الحياه الاجتماعيه تاعت لندن، لانه لندن ترحب بهم وبدياهم يمارسوا. طب ما سبب عدم اندماج بعض الجاليات العربيه وعرب لندن بالمجتمع الثقافي البريطاني او بالمجتمع البريطاني؟ كيف عالج هذا الموضوع في مسلسل عرب لندن؟ للاسف وجدت انا من خلال معيشتي هون وانا مندمج مع المجتمع البريطاني بشكل متكيف معه، ما عندي مشكله. هناك اقليه كثير نخبه صغيره اندمجت مع المجتمع البريطاني وقدرت تعمل شيء مع بريطانيا. أنا مثلا من الناس اللي حققوا أفلام عالمية بالثمانينات والتسعينات في بريطانيا مع نجوم عالمية مثل جون كولينز وشركات ضخمة، بس وطبعا في كل واحد في مجاله المعين. المشكلة أنه دائما في متقوقعين، يعني هني فعلا بيجوا لهون وبيضلوا موجودين ضمن عالمهم، جابوا معهم عالم، جابوا معهم جرايدهم، بيقروا جرايدهم، بيشوفوا مسلسلاتهم، يعني بيضلوا ما بيندمجوا. هلا طلع على الاقليات الثانيين الاسيويين مثلا، الاسيويين بتلاقي عندهم مجال اندماج اكثر، منفتحين اكثر. هلا هي يمكن جزء من موروثاتهم المشكله، انه نحن ما بعرف هل هو خجل ثقافي، خجل علمي، ما بقدر افسر لك اياه، ولكن عم نحاول او حاولنا من خلال المسلسل انه لازم ندمجه، لانه في النهايه العالم اصبح قريه صغيره، لازم يكون جزء منه. انا برئيس بحب اعقب على الكلام. هو الموضوع اخواننا الاسيويين بالذات يعني جايين من بلدان بسموها بالانجليزي ذا كومنولث، اللي هي عندها حضاره سياسيه مرتبطه ببريطانيا مثلا كمان، ولكن بعض الدول العربيه ايضا استعمرت مثلا. لا لا لا، ما فيش، ما عندناش العمق هذا. يعني اعطيك على سبيل المثال الجهاز القانوني البريطاني فريد من نوعه. مثلا كما تعلمي او يجب ان تعلمي انه في بريطانيا مهنه المحاماه مقسومه الى شطرين، في شيء اسمه سوليستر، في شيء بارستر، في ناس عايشه الى وسفراء عرب عايشين في بريطانيا مفروض يرعوا مصلحه رعاياهم لا يدركوا الفرق بين سوليستر وبارستر وكويز كونسل. هذه اشياء ضروريه. انا ليش بركز على النقطه هاي تأييدا اللي بيقولوا اخي انور؟ ليش؟ لانه زملائنا الاسيويين أجوا من بيئة بتفهم هذا الفرق، وأجوا وبعتوا أولادهم وشجعوهم أنهم ينضموا. هلأ كما تعلمي عديد من تلاميذي السابقين حاليا بالحكومة، منهم بحكومة الظل. بس لما بتجي على العرب في فقط قاضي واحد في التقاعد حاليا، أنا الكوينز كونسل الوحيد حسب علمي، ما فيش غيره من أصل عربي. ف المشكله تكمن في هي شيئين، هو المجتمع صعب الدخول فيه له، ولكن نحن ما بنشجعش الجيل انه يقتحم. فانا برايي بالقريب ستوي بروسس هي يعني طريق، لازم نحن نساعد ونقتحم هالمجالات، المجال السياسي، نعم، المجال الميديا. سوف أنتقل بس لحظة، نأخذ بعض المشاهد من مسلسل عرب لندن لنشاهد ما سويا بعض نماذج التي قدمها السيد أنور قوادري في مسلسل عرب لندن. Do you, Sami Mhanna, accept Sally Johnson as your wedded wife? Do you? بتعجبني طريقة انفتاحك على لا وما بتقطع ولا وبتشرب. بقول لك ايه، انا ما بعملش اي حاجة غير بعد ما اخلص شغل ربنا والحمد لله. اشرب. لا حول ولا قوة الا بالله. احنا عرب ومسلمين، نظل عرب ومسلمين حتى لو كنا عايشين في لندن. علينا ان نقوم بغزوة اضخم بكثير من 11 سبتمبر الا بعدها.
لندن. شفت أخوكي داخل على موقع الإرهابيين اللي فجروا لندن الصيف اللي فات؟ رح أكتب لك شك لعشرين مليون جنيه استرليني. أو ياس يا بتكرني تأسن والله ما بتقليل. تلات ستات حضرتك هنا عندك في الفنجان محوطينك. في حية كبيرة وقفلك في وسط الطريق. انت كده خلتيني اشك في بيومي تاني. ما تتكلمي عادل يا صفية، في ايه مالك؟ معقولة نبيع شركتنا اللي فيها احلامنا وتعبنا وعرق جبيننا لواحد تساعد؟ بنعيش ونشوف. What is it with you Arabs? You take every opportunity to stab each other in the back. انت هنا في لندن مجتمع مادي بتاع المصلحة والمنفعة. Exactly. The world's different, right? It's just different. You think you're in love with her until you ever. بتمنى انه هالبيت وانا بنكون صفقه جديده من صفقاتك. قصه كلها ضحكات تقول ان شاء الله. فكر انه الانجليز فاتحين بريطانيا العظمى جمعيه خيريه للاجانب وبيامنوا بحقوق الانسان. يعني ايه في اسم بقى؟ انا اسيب الملوخيه المحترمه اللي عاملاها الولية مراتي على ذكر البط المعتبر عشان اجي اكل النوفوكوسيب بتاعك ده؟ اكيد كان في عندي علاقات مثلي مثل كتير من الشباب، بس يعني فيك تقولي لهم علاقات عابره. اطلع برا، مالك شغل عندي. والله اذا بيطلع انه سامي حاطط عينه على ثروتها لا اخلي الله ما خلخله. مراتك صفيه كانت عندي هنا في البيت. انا شايف انه متزوج بدون موافقه ابوك. May I borrow my ex-husband for a while? يعني قولي اختصابتك. نسيتي انه انا وانتي من حارة واحدة. انت اللي نسيت انا مين ومرات مين. ثلاث اربع ستات هنا بيعملوا اللي هم عايزينه من غير ما اجوازهم يعرفوا. Whatever happens between you and Sammy, you'll have to accept him. I'm doing my best to work it out, بس ما عم بيمشي الحال، ما بعرف ليش. الجيل الحاج عنده أزمة هوية، جل هذا الدنيا وهو ما عارفش انتمائه فين، ما عارفش وش هو عربي ولا انجليزي.